ده يا جماعة التين الشوكي، فاكهة التين الشوكي من أجمل الفواكه اللي تاكلها، طبيعية مفيش فيها أي مواد كيماوية ولا مواد ضارة، لأنها ما بتترشش ولا بتستمد أي مواد كيماوية فيها ضرر على الإنسان. الفيديو ده في أحسن أو من أحسن المزارع الموجودة في مصر للتين الشوكي، ومن أكبر المزارع الموجودة في مصر على التين الشوكي. شوف دلوقتي التين في مرحلة النضج، دلوقتي هو في مرحلة النضج، لون الكوز أو الثمرة بيبقى لونها أصفر زي ما أنت شايف كده. كده خلاص هي دلوقتي بتتشال وبتتحصد، طبعا بتمر بمراحل، بيبقى لونها أخضر في الأول زي ما أنت شايف كده، وبعد كده بيبقى لونها أصفر. بسم الله ما شاء الله. شايف المنظر عامل ازاي؟ لون ذهبي جميل خالص، لو قربنا منه كده شكله جميل خالص. بسم الله ما شاء الله. ده كده لسه ما ينجمعش دلوقتي او ما يتاكلش دلوقتي، لسه اللون الاخضر ده، استنى ما ياخد اللون الاصفر ده كده. ده كده على وشك انه ينفع يتاكل دلوقتي، اما اللون الاخضر زي ده كده ده لا ما يتاكلش خالص دلوقتي، لسه استنى شويه.